بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذه المحاضرة نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى لنتحدث عن الوحدة الثالثة واللي هي عقود الاستثمار. وعقود الاستثمار طبعا هي عقود بتتجالى الدولة. يعني دائما الدول بيكون هي محتاجة للاستثمار، سواء كان الاستثمار برأس مال أجنبي أو رأس مال وطني. ومتين بتلجأ الدولة لإبرام عقود استثمار، يعني بتكون الموارد الموجودة في الدولة هي موارد شحيحة لا تفي بمتطلبات التنمية، يعني لنظم الفجوة الحاصلة بين الموارد المحلية وما تتطلبه التنمية من أموال لازمة. عشان كده الدولة بتلجأ لأنها تبرم عقود استثمار، سواء كان المستثمر وطني أو مستثمر أجنبي. فعقود الاستثمار يمكن يعني تعريفها هي تلك الطائفة من العقود الدولية التي تبرمها الدولة أو الأجهزة التابعة لها مع شخص عام أو خاص، شأ طبيعي أو اعتباري، أجنبي أو وطني، يلتزم بمقتضاه المستثمر بنقل قيم اقتصادية للدولة المضيفة لاستغلالها في مشروعات على أراضيها والتي تتعدد نماذجها بحسب حاجة الدولة لتنفيذ خططها التنموية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة والربح للمستثمر والرفاهية للمواطن. فده التعريف، يعني يمكن تعريف مختصر لعقود الاستثمار. من التعريف السابق بنلاحظ انه اهداف عقود الاستثمار بتهدف لتحقيق اهداف محدده. اول هدف هو التنميه الاقتصاديه للدوله المضيفه، التنميه الاقتصاديه للدوله المضيفه لتلك العقود، يعني محتاجه لانشاء طرق، يعني مشاريع زراعيه، دي بكل تاكيد بتساهم في التنميه الاقتصاديه للدوله. الهدف الثاني الربح للمستثمر. المستثمر ده شخص تاجر، شخص تاجر دور هذه الأموال، يعني يكون قصده الأساسي منها إنه يحقق ربح، إنه يحقق ربح. ده إذا كان الشخص المستثمر أجنبي. لكن إذا كان الشخص المستثمر شخص وطني من يحمل جنسية الدولة، بيكون قد يكون عنده هدف ثاني انه يحقق الربح وفي نفس الوقت يكون ساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وده بيكون يعني شخص قمة الوطنية. الهدف الثالث الرفاهية لمواطن الدولة. رفاهية يعني العقود دي لما تجي مثلا انشاء طرق او محطات كهرباء او زراعة، يعني بتكون بتحقق في النهاية الرفاهية لمواطن الدولة. طيب عقود الاستثمار دي عندها أطراف، عندها أطراف. أول طرف فيها الدولة المضيفة، الدولة المضيفة. والدولة المضيفة قد تكون الدولة هي ذاتها أو قامت بإبرام عقد الاستثمار مع المستثمر، قامت بإبرام عقد الاستثمار مع المستثمر. طيب والدولة، الدولة يعني قد تبرمها الدولة ذاتها أو شخص اعتباري تابع للدولة، شخص اعتباري تابع للدولة، يعني شخص طبيعي أو شخص شنو اعتباري للدولة، يعني يمكن بيقيم العقد في الدولة ذاتها شخص طبيعي أو شخص اعتباري. اثنين المستثمر، المستثمر الطرف الثاني المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي. المستثمر ده قد يكون وطنيا وقد يكون شنو؟ قد يكون أجنبيا. طيب الاستثمار عندي أنواع، الاستثمار العام والاستثمار الخاص. استثمار عام واستثمار خاص. استثمار عام معناتها قامت به الدولة، والاستثمار الخاص قام به شخص ينتمي للدولة يعني بجنسيته. وعادة بتنتقل الاستثمار من بلد لآخر، بيتم بواحدة من الطريقتين،
مساهمة مالية أو حصة فنية. مساهمة مالية يمكن الاستثمار يكون أن تقديم مال، ويمكن يكون حصة يعني حصة فنية. طيب نشوف صور الاستثمار. أول صورة يا شباب هو الاستثمار المباشر. الاستثمار المباشر وهو عبارة عن إقامة مشروعات مملوكة ملكية كاملة أو جزئية أو حصص، تمكن المستثمر من السيطرة والرغبة على هذه المشروعات وتمنح حق الإدارة واتخاذ القرار. الاستثمار المباشر يعني الأهم نقطة فيها إنه المستثمر بيكون عنده السيطرة، عنده السيطرة يعني سيطر على مشروعه، وهو بيكون المباشر له، وهو اللي بيتخذ القرار، وهو يعني استثمار بصورة مباشرة، بصورة مباشرة. الاستثمار غير المباشر يعني هو قيام المؤسسات والأفراد بشراء أحد الأصول المالية التي تنتج عوائد معينة في فترة زمنية معينة، وذلك بأقل المخاطر. استثمار غير مباشر يمكن يجي رأس المال، يجي رأس المال يدور بعمل استثماري هنا داخل البلد المعنى، يعني ما يكون صاحب المال جاء يباشر، صاحب المال جاء يباشر بنفسه، لكن في الاستثمار المباشر صاحب المال بيباشر بنفسه، بيكون عنده حق الإدارة. هنا في الغير مباشر يرسل الأموال أو يملك الأموال، لكن هو لا يباشر تدوير الاستثمار بشنو بنفسه. هنا بنشوف مثلا نماذج لعقود الاستثمار. أول نماذج هي عقود البترول، وزي ما الناس هنا بتعلم انه يعني الحكومه السودانيه السابقه قامت يعني مع الصين وبعض الشركات الاخرى يعني وقعت معها عقود لاستخراج وانتاج البترول. النموذج الثاني عقود الاشغال العامه الدوليه، عقود الاشغال العامه الدوليه. والنموذج الثالث عقود التعاون الصناعي. التعاون الصناعي زي ما كان حادث بين الصين وشركة جيان، الصين وشركة جيان لتصنيع السيارات. فالاستثمار يعني هي كل بلد من البلدان بيحتاج للاستثمار، لأنه بنلقى الموارد الداخلية حقت البلد لا تستطيع أن تفي بشنو متطلبات الاستثمار. طيب نجي نتحدث عن تسوية المنازعات التجارية. تسوية المنازعات التجارية ودائما بتنشأ بين الأطراف، ولكن تسوية المنازعات التجارية تكتسب أهمية خاصة من حيث هذه الوسائل. طيب عندنا مثلا نماذجنا عقود البترول، عقود الأشغال العامة، عقود التعاون الصناعي، ودي كلها أعمال تجارية. والتسوية أول طريق للتسوية بيتم عن طريق التحكيم، والتحكيم هو نوع خاص من القضاء، هو قضاء خاص بيتم بإرادة الأطراف، ودائما قد يتم النص عليه في عقد، في العقد المبرم بين الأطراف يتم عليه كشرط. إذا حدثت منازعات بيناتهم في المستقبل يتم تسويتها عن طريق شنو؟ عن طريق التحكيم. وفي بعض الأحيان بيتم عن طريق مشارطة خاصة، يتم عن طريق مشارطة خاصة. التحكيم بجانب قضاء الدولة هناك العديد من الوسائل لتسوية المنازعات، وهذه منها التوفيق والوساطة والصلح. أولا نحاول نتحدث عن شنو التحكيم. ماذا يعني التحكيم؟ التحكيم هو النظام الذي بمقتضاه يخول الأطراف لهيئة التحكيم تصفية منازع بينهم بحكم يتمتع بحجية الأمر المقضي فيه بغرض تصفية المنازع للتخلص من شوائب ورواسب الماضي والنظر للمستقبل في العلاقة بينهما. طيب ليه التحكيم؟ التحكيم قلنا زي ما قلنا قبل شوية نوع من القضاء الخاص،
بيختاروا الأطراف براهم، يعني بيختلف عن قضاء الدولة. قضاء الدولة عند الأطراف لا يستطيعون يحددوا القاضي الذي يفصل في شنو في النزاع الحصل بيناتهم. والتحكيم هو أقرب للصلح، لأنه بيكون الأطراف بينظروا للمستقبل ودايرين العلاقة بينهم تستمر وتمشي. لأنه يعني في القضاء في منتصر وفي مهزوم، في شخص حكمت له المحكمة وفي شخص حكمت ضده المحكمة، فبتكون في رواسب بيناتهم. لكن في العمل التجاري يعني دائما التجار بينظروا الى المستقبل، ان المسألة تستمر بيناتهم وما يكون فيها شنو ما يكون فيها يعني إشكالية في المستقبل. في التحكيم هو برضه هو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهم، وبرضه معناه هو يتخذ الخصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعا. طيب، مشروعية التحكيم، هل التحكيم مشروع؟ قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. سورة النساء الآية 35، وثاني آية أخرى: فولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء الآية 65. والتحكيم يمر بثلاثة مراحل. طيب، اتفقوا على التحكيم. التحكيم هنا بيمر بثلاثة مراحل. أول مرحلة الاتفاق على التحكيم لحل النزاع. الاتفاق يتم بين الأطراف، العقد الاتفاق على التحكيم، إنهم يلجوا إلى التحكيم إذا نشأ بيناتهم شنو نزاع في المستقبل، ويثبتوا هذا الاتفاق في عقد الاستثمار، يعني يكون بند تم النص عليه في عقد الاستثمار، أو ممكن يكون لاحق في عقد منفصل براه. اثنين، اختيار الحكم الذي يتولى في الفصل، يعني هم الأطراف ذاتهم بيختاروا الأشخاص اللي بيتولوا الفصل في النزاع. ودائما التحكيم يبدأ بإجراء وينتهي بحكم، ويمكن أول قانون خاص بالتحكيم صدر في السودان عام سنة 2005، والقانون الثاني صدر سنة 2016. كان يعني التحكيم هو عبارة عن فصل في قانون الإجراءات المدنية سنة 1983، لكن 2005 صدر أول قانون للتحكيم، وثم 2016 تم صدور قانون للتحكيم. طيب، الاتفاق على التحكيم. الاتفاق على التحكيم يأتي في إحدى صورتين. الصورة الأولى شرط التحكيم، وهو ذلك الشرط الذي يرد ضمن بنود العقد الأصلي، كما يمكن أن يأتي مستغلا على العقد الأصلي قبل نشوء النزاع. الصورة الثانية مشارطة التحكيم، يعني عندنا شرط التحكيم ومشارطة التحكيم. في شرط التحكيم ما يكون في تفصيل، فقط بيكون بند موجود في العقد اتفق الأطراف اللجوء إلى التحكيم في حالة نشوء نزاع بينهم. الصورة الثانية مشارطة التحكيم، وهي اتفاق خاص يبرمه الأطراف بعد غيام النزاع. شوف هنا المشارطة بعد غيام النزاع، بمقتضاه يتم موضوع النزاع وأسماء المحكمين ومكان إجراءات التحكيم، وقد يحددون كذلك القانون الذي يطبقه المحكمون. يعني في مشارطة التحكيم، والمشارطة دائما بتجي بعد نشوء النزاع، بيكون فيها كل التفاصيل، أسماء المحكمين ومكان وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، على النزاع بين الأطراف. يعني بيكون فيها أشياء تفصيلية، وحتى أتعاب المحكمين بيكون يعني فيها تفصيل. بمجرد وجود شرط تحكيم أو مشارطة التحكيم، ده بيعني إنه الإرادة المشتركة للطرفين ترتب أثرين قانونين، هما أول حاجة سلب اختصاص قضاء الدولة،
سلب اختصاص غضاء الدولة. إذا كان عقد الاستثمار يتضمن شرط التحكيم وحصل نزاع بين الأطراف وأحد الأطراف رجع للنزاع، يحق للطرف الثاني إنه يدفع بشرط التحكيم. هنا طوال القضاء بيوقف، لا يستطيع أن ينظر أو يستمر في نظر النزاع. اثنين، قبول الأطراف طواعية أو وعلى نحو نهائي لقرار التحكيم الذي يصدره المحكم. يعني طالما الأطراف من البداية وضعوا شرط التحكيم في العقد، معناه هم يقبلوا بالحكم الذي يصدر. شنو ده الشيء الطبيعي يعني يصدره المحكم. طيب، أنواع التحكيم. في تحكيم داخلي وتحكيم دولي. تحكيم داخلي وتحكيم دولي. اثنين، التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري. التحكيم الاختياري بيكون الأطراف نصوا في شرط بند شرط التحكيم في العقد. أما التحكيم الإجباري بيكون جهة عندها قانون، القانون نص إذا كان الجهة دي أو ده من الجهات الحكومية حصل بينات نزاع تلجأ إلى التحكيم، زي ما موجود في قانون شنو؟ في قانون العمل. التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي. تحكيم حر وتحكيم مؤسسي. التحكيم المؤسسي دائما بيكون في بيوتات، مهمتها التحكيم. التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح. التحكيم العادي بالقانون والتحكيم مع التفويض بشنو؟ بالصلح. طيب، دايرين نشوف جدوى اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي. جدوى اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي. أول جدواه رغبة الخصوم في تحسين سير العدالة. رغبة الخصوم في تحسين سير العدالة بيمتاز بشنو؟ سرعة الفصل في النزاع، غلة الشكليات، السرية. لأنه يا شباب السرية الأعمال التجارية يعني ما بحبوا إنه ينشروا كلام على الملأ، يعني كلام كله يكون منشور على الملأ، بيحافظوا على، لأنه العمل التجاري يعني فيه قدر من السرية، ما دارين كلامه نطلع برا. المحكمة لما إذا النزاع ده عرض أمام محكمة، الغاء حقة المحكمة مفتوحة، ممكن أي شخص يجي يقعد في المحكمة ويسمع ما يدور. كفاءة المحكم، وسهولة تنفيذ الأحكام التحكيمية في الخارج. تنفيذ الأحكام التحكيمية في الخارج. التيقن من انعقاد الاختصاص المحكم المعني، برضو بيمتاز بغلة التكاليف وتحقيق حماية قضائية فعالة. تحقيق حماية قضائية فعالة. ثانيا، رغبة الخصوم في الحصول على عدالة مختلفة عن تلك التي تعطيها المحاكم. الرغبة في عدم خضوع للقانون الوطني وفقا لمفهومه الرسمي. اثنين، الرغبة في الخضوع للقانون التجاري الدولي. ثلاثة، الرغبة في الخضوع لقانون التجارة الدولية. يعني بيحقق شنو؟ رغبة الخصوم، يعني الشدة رينه بيتم في التحكيم. ثالثا، رغبة الخصوم في أن يكون التحكيم بطبيعة توفيقية. جبير قلنا التحكيم يعني أقرب للصلح، المحكمون أكثر خبرة في تطبيق القواعد القانونية على منازعات التجارة الدولية. طبعا التجارة الدولية في كثير من الاتفاقات الدولية الناصة على الفصل في شنو؟ في النزاعات التجارية، والمحكمون بيكونوا ملمين بتلك النزاعات، خاصة الناس اللي بيكونوا متخصصين في هذا المجال. الرغبة في الخضوع لقواعد العدالة والإنصاف. وهنا شباب في فريق، بين شنو؟ تطبيق القانون والعدالة. لأن القواعد القانونية هي في خدمة العدالة. القواعد القانونية دائما بتكون في خدمة العدالة والإنصاف. إعلاء حقوق الجماعة على حقوق الأفراد. إعلاء حقوق الجماعة على حقوق الأفراد.
حاجة القانون التجاري للمرونة. طبعا القانون التجاري هو قانون مرن. طيب رابعا رغبة الخصوم في حسم النزاعات بإخراجها عن ولاية المحاكم. يعني الأطراف بيكون عندهم الخصوم عنده الرغبة إنه يخرج نزاعاتهم عن المحاكم. ليه؟ الحاجة لحسم المنازعات غير القانونية، الحاجة لحسم النزاعات المتولدة عن العقد مثل الحاجة لملء الثغرات العقدية ودور التحكيم في ذلك، الحاجة لمراجعة العقد ودور التحكيم في ذلك. ثانيا أوجه الاختلاف من حيث المحل. أوجه اختلاف طيب التحكيم والقضاء. التحكيم والقضاء، التحكيم هو نوع خاص من القضاء الخاص يشابه القضاء العادي من حيث نظر النزاع والبت فيه بحكم ينهي الخصومة أو المنازعات وحجية الأحكام الصادرة من كليهما، إلا أن هناك بعض التباين بينهما يتمثل في التالي: التحكيم اختياري بينما القضاء إجباري. التحكيم اختياري بينما القضاء إجباري. حكم التحكيم لا يخضع أصلا للطعن فيه، أما حكم القاضي قابل للطعن فيه. اللجوء للتحكيم يقتضي وجود اتفاق بين الأطراف، أما اللجوء للقضاء فهو حق عام مكفول لكل شخص. في التحكيم حقل الأطراف الاتفاق على القانون الواجب التطبيق، لكن في غير التحكيم أنت ما بتلزم القاضي بأنه ينفذ عليك قانون معين. ينظم التحكيم قانون التحكيم 2016 بينما ينظم حكم القضاء قانون الهيئة القضائية سنة 1986. طيب زي ما قلنا البيل هناك اتفاقيات كثيرة متعلقة بشنو؟ بالتحكيم. أول اتفاقيات اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة 1958، دي الاتفاقية يعني تم إبرامها في نيويورك. اثنين معاهدة جنيف للتحكيم التجاري الدولي. ثلاثة اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعاية الدول الأخرى لسنة 1965. اتفاقية الرياض للتعاون القضائي سنة 1983. قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1985. اتفاقية عمان للتحكيم التجاري الدولي سنة 1987. قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري لسنة 1987. قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس 1998. طيب مؤسسات التحكيم الدولية. مؤسسات التحكيم الدولية: محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس، دي محكمة متخصصة بجانب التحكيم. محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي، المركز العربي للتحكيم التجاري، مركز مكة للتحكيم والتوفيق، مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج. طيب برضو في وسائل بديلة لحل المنازعات التجارية، وسائل غير التحكيم لحل المنازعات التجارية، وهي مجموعة غير محددة من الإجراءات لحل النزاعات بحيث تتم في أغلب الأحيان بواسطة تدخل شخص ثالث حيادي نزيه بهدف إيجاد حل غير قضائي لهذه النزاعات. طيب أنواع الوسائل البديلة لحل من أول وسيلة هي الوساطة. الوساطة يعني الوساطة دائما لما ينشأ نزاع بين أشخاص تلقى في ناس بيجوا يخشوا وساطة بيناتهم يحاولوا التوسط بينهم يحاولوا حل النزاع، وتعتبر الأساس الوساطة تعتبر الأساس الذي يقوم عليه نظام الوسائل البديلة، وتحتل مركزا يقع في قلب الوسائل البديلة، وتعرف بأنها وسيلة للتفاعل بهدف الوصول إلى اتفاق. وسيلة إلى التفاعل بالوساطة، وسيلة إلى التفاعل بهدف الوصول إلى اتفاق. طيب الوساطة ذاتها أنواع: الوساطة البسيطة وهي التي تقترب من نظام التوفيق في وجود شخص يسعى للتغريب بين وجهات النظر
المتنازعين، يعني بيكون شخص يسعى انه يقرب بين وجهات النظر بين الاشخاص المتنازعين. الوساطة الاستشارية، وهي التي يطلب فيها اطراف النزاع من محامي او خبير استشاري في موضوع النزاع، ثم يطلبون منه بعد ذلك التدخل كوسيط لحل النزاع. هنا بتبدا بالاستشارة او طلب الرأي الفني. الاستشارة طلب الرأي الفني، سواء كان الرأي ده رأي قانوني او رأي هندسي او رأي طبي او ايا كان الرأي. بصورة عامة الوساطة ما هي الا شكل من اشكال المصالحة تهدف الى تحقيق التوفيق بين المتنازعين. وساطة قضائية والوساطة التحكيمية، الوساطة الغضائية والوساطة التحكيمية. الوساطة الغضائية طبعا مهمة القضاء في المقام الاول الاصلاح بين المتخاصمين، الاصلاح بين المتخاصمين. بعد ذاك اذا ما وصل يعني الصلح بين الاطراف، الصلح بين الاطراف اذا ما وصل لصلح بعد ذاك بيلقى يصير في اجراءاته. والوساطة التحكيمية. طيب النوع الثاني من وسائل البديل التوفيق، هو نوع آخر من وسائل حسم المنازعات التجارية، يتم بواسطة شخص ثالث يحاول أن يقرب أطراف النزاع ويقترح اتفاق صلح بينهم. هنا شوف التوفيق، الشخص التالي ده اللي بيسعى هو اللي بيقدم اقتراح، يقدم للطرفين مقترح للتصالح بيناتهم، يعرض المقترح ده على الطرف وبعد يعرض المقترح على الطرف الثاني، ويحاول يقرب بيناتهم لحد ما يصل الى شنو، الى حل ينهي النزاع بين الاطراف. المفاوضات برضه هي وسيله اخرى من الحلول البديله، ويمكن تعريفها هي وسيله للتداول تهدف الى انشاء او تعديل او انهاء علاقه. يعني المفاوضات يا اما تنشي او تعدل شيء غايم او تنهي علاقه بين شنو، بين الاطراف المتنازعه. وبرضه عرفت هي التشاور او التواصل بقصد شنو، الاغناء. وبتشكل المفاوضات ركن اساسي من الحلول البديله في مرحله ما قبل الوساطه. طيب مصادر الوسائل البديله، المسائل البديله دي مصادر شنو؟ التشريعات الحديثة، أول مصدر لها التشريعات الحديثة. المصدر الثاني أنظمة التحكيم الدولية. المصدر الثالث هي الاتفاقيات الخاصة. طيب دايرين نشوف طبيعة الوسائل البديلة. أولا خضوعها لمبدأ الحرية التعاقدية، خضوعها لمرحلة لمبدأ الحرية التعاقدية. في مرحلة إنشاء العقد يتخذ مبدأ سلطان الإرادة ثلاثة أشكال. يعني يا شباب زي ما معلوم أي عقد لازم ينشأ بإرادة الأطراف. أركان ثلاثة: الرضا والمحل والسبب. أهم حاجة الرضا، الرضا معناتها بإرادة الأطراف. وهنا بياخذ ثلاثة أشكال: ألف مبدأ الرضائية في العقود، مبدأ رضائية في العقود، لأنه أي عقد لازم يقوم على شنو، على الرضا بين الأطراف. مبدأ حرية التعاقد، مبدأ حرية التعاقد أو عدمه، أي شخص حر في إنه يتعاقد أو ما يتعاقد، حر. يحق للمتعاقد أن يدرك في العقد ما يشاء من شروط، شرط التحكيم وغيره، يعني يحق له إنه يدرك ما يشاء من شروط في شنو، في العقد. طيب في مرحلة تنفيذ العقد ينشئ العقد أثرين: مبدأ إلزامية العقود ومبدأ نسبية العقود. مبدأ إلزامية العقود ومبدأ نسبية العقود. قلة الشكليات تجاوز مبدأ الوجاهية. مميزات الوسائل البديلة: السرعة، أول ميزة ليها السرعة في حل النزاعات، غلة تكاليف في حل النزاعات، سرية إجراءات الوساطة الوسائل البديلة. يعني دائما الناس اللي بيقوموا بالوسائل البديلة دي بيكونوا شغالين في شنو؟ في سرية، لأنه أي كلام صدر أو طلع في حل نزاع بين شخصين
قد يؤدي إلى إفساد ما يوصل إلى النتيجة المرتضاة والنتيجة المبتغاة وهي الصلح بين شنو؟ بين الأطراف. ونحن إلى هنا يعني بنصل إلى نهاية هذا المقرر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد بما قلنا ويجعله في ميزان الحسنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونضرع الله سبحانه وتعالى، ونختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلب العلم من فطانه واقتبسوه من أهله، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير غادة، تقتبس آثارهم ويهتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، والعلم حياة الغلوف في الجهل، وضياء الأبصار في الظلمة، وقوة الإيمان في الضعف، يبلغ بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار، والعلم أمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، فطوبى لمن لم يحرمه الله من حظه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد بما سمعتم ويجعله في ميزان الحسنات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.